ما في حد اليوم لا يعود في هذه القاعة درك مهمة عنده موريتان طارح لها الباب ما ثقيل عنده لأن فينا وحدين اليوم ما يقدر يوصل تول وحدين يتلاو يتكلموا ما داروا لك أصلي ترادكسيون ياك سانتول هذا الإصلاح اللي نبتو هدفه على أنه بقدر المستطاع يقلل هاي الظاهرة يقللها بشكل كبير. ثانية من هدف الإصلاح ملي على أن أبنائنا اللي يختاروا يقرأوا بلغتهم الوطنية على أنها تطور وتهيش وتوفر لها الآليات ويوفروا لها القراية ويوفروا لها الإيمانيال ويوفروا لها البروسيدير اللي تعود يقرأوا بها. هذا هو أهدافه. ظاهر أن هذا الإصلاح اللي عندنا اللي رؤية ثابتة وقناعة عن صاحب الفخامة أنه متقدمين به على ياسر من الدول اللي في جوارنا. وإحنا المؤسف أن الدول اللي في جوارنا نذكروها لا في المراد اللي متقدمة هي علينا فيهم. المراد اللي متقدمين إحنا عليهم فيهم ما نذكروهم. إحنا مكوناتنا معروفة ولغتنا لهجاتنا معروفة. اليوم في دول بزرنا فيها مكونات من واحدة من مكوناتنا الاجتماعية المهمة. اللي العربية ما تقرأ فيها، ما تقرأ مدارسها، والمتحدثين بالعربية ما يقدروا يطمحوا منهم يعودوا يدوروها تقرأ لهم العربية فهم في المدارس، ما هي مطروحة، وفينا مكونات عندنا في دول أخرى ما يقدروا يطمحوا حاضرين فيها وموجودين اقتصاديا وموجودين شعبيا وموجودين بالعدالة، ما يقدروا يطمحوا إنهم يعودوا يقرأوا البولارية في كل بلاد مدارس فيه، وفينا واحدين أخرين في بلادات أخرى فيها يقدروا يعودوا واحدين أخرين سونكية في دول أخرى، ولا يطمحوا بأنهم يقرأوا هذا. هاي المردة متقدمين فيها يقر ما يلا تعود شينا عندنا، بالعكس يلا تعود تفخرنا ويلا القد يعدل فيها من شيء يقدم. وهذه هي التعليمات اللي عندنا من صاحب الفخامة، ولا يتخلق التجربة ذا العام بالرغم من تجهيزاتها يقبلوا ياسر من الوقت وبالرغم من ما أننا جاهزين لها، تجربة دور تخلق ذا العام، دور تبدأ بداية هذا العام. وأهدافها ذا هما، أهدافها أن الموريتانيين كاملين يعودوا كلهم عنده مستوى من لهجة الأخرى اللي قدوا يتخاطبوا بها ويقدوا يعودوا مادة واحدة ويقدوا يعودوا جماعة واحدة. والثانية على أنهم اللي تطور اللغات لين تعود لكن اللي متوالية منه جماعة في بلد تبقى تقرأ بلغتها هي شالة تعود قادة تقرأ بها والدولة قادة توفر لها. هذه هي الفلسفة وهي السياسة وهي الماشيين عليها في الاتجاه.